النصاري. حبيبي هنصرف عليك على اليوم اللي بسواك ده، كل فتره نصرف علينا الدنيا محبط حبيبي. ده اللي مالكش فين ده انت؟ خش خش يا اخويا. يا سلام يا ما اقولش لحد يديني يا غاوي، كان الخواطر اسمع وانت الخاطر جايب خواطر جاي. انا بكر عندي كتاب وغرابي وفي اربع تسطر، اول من السطر انا كاتب في نفسي وعزب نفسي ما انا عارف، انا محبس سري في كلمة سري منعاني وظلم الليلة في عز الظهر منعاني. وتاني من السطر انا لو شكيت اللي بيا اكتر الحديد ليدوب الاول اقار، والتالية المكتوب التالت كنت غالب وغريب صبحت انا المغلوب. ورافع من السطر تحاربني يا زمان بكل سلاحك انا راضي، قلت بحصلك معايا يا زمان اعمل دون، انا راضي اصبت باب الكريم والقصد بالنية لما جيت القطة القطة بلد بشوية الرزي بالله بس الافراح بالنية اللي معاه ربنا نايم مهوش الناس اصل الناس بالناس ومفيش غنى عن الناس. يا عايل قولا ولا تخشاش وحيا سيدنا النبي نسمع منكم سقف ناس. طب اسمع سقف حلو معاكم الكلام ده يا وحش عم سعيد. ياللي اشتكيت الزمان فكرت على بغفار، انت اللي تستاجل عرفت لقي الخسيس وامشيك مع الجاجل يا صغير، وامشيك مع الجاجل معرفت الرجال كنوز مش حاجه بالسامل اشكيك لمين يا زمن أشكد لمين يا زمن، وانت ملك صاحب عرفت راجل وكان عشمي يصور ودي الحال في يوم أقول له فداك نفسي العظمة لله مش للفلوس. الحلوة حلوة لو يا إبراهيم يا الله لو ما معهوش يا رب سلم يا رب حوش من اللي يشبع من بعد جوع وينسى عصره زمان. يا عم احمد يا شاكر ما هو كان جرفوع مسك الجنيه بس يا ساتر يبيع اخوه علشان قادر تقول له صح صح يا اسمك ايه عمر الجنيه ابو سعيد ما يعمل راجل حواشر بعين احنا بنحييهم احلى فرحة الحب بطار وربنا يديم الحب بيتنا تلامذنا افتكرونا عكسنا اطلع بقى بقول لك عاوز تعمل حاجة اعمل كده هتنزل على واحنا عايزين محمد صبحي وغريب واحمد صبحي وعبد الله خير انت رقم بالصف عليك يا عبد محمد تحية كده عبد ربه صف عليك ورجولة وحبابة بلاشي
وطلع صاحبك صوتي وطلع